vois le manchour. Alors, wasat mubeddid المنشور. alors il a رسمنا المنشور. donc بحال هكا ورسمنا واحد شعاع ابيض ديال الضوء الابيض. صيفطنا واحد الشعاع ديال الضوء ابيض الى المنشور. في هذه الحاله المنظمي على المنشور هو هذا. الوغ شنو كيوقع الى طولنا هذا؟ دونك نورمالمون الى ما كانش المنشور الضوء غادي يكمل بحال هكا في طريق مستقيمي. ولكن بما ان هذه الدخله الاولى ديال المنشور شنو كيوقع؟ كيوقع ان هذا الضوء ديال المنشور كيوقع ليه انكسار وكينكسروا فيه جوج ديال الضوء. يعني الضوء الابيض المنشور كيفرق الضوء الابيض الى الاضواء الاحاديه اللون اللي كاينه فيه. يعني الوغ الى رسمنا من هنا غادي يعطينا اولا الضوء الاحمر اللي غادي يتفرق هنا ثم غادي يمشي هنا هلاك هذا كيبان مستقيمي. نجرب بحال هكا اللي هو ضوء احمر. ثم عندنا ايضا دونك هو المنشور كيفرق هذا الضوء. دونك اعطانا الضوء احمر ولكن غادي يعطينا ايضا الضوء الازرق. والضوء الازرق حتى هو غادي يوقع عليه انكسار. يعني الانكسار ديال الضوء الاحمر ماشي هو الانكسار ديال الضوء الاخضر. حنا غادي نشرحو علاش. ثم منين غادي يخرج؟ غادي يخرج بطريقة مختلفة على الضوء الأحمر. يعني بحيث الزاوية ديال الخروج ديال الأزرق بوحدها والزاوية ديال خروج الضوء الأحادي اللون الأحمر بوحدها. اذا شنو كنقولوا؟ نقول ان المنشور يحلل الضوء الابيض اش كيعني يحلل؟ يعني يفرق بالفرنسية سيبار. il sépare qui sépare هذا الضوء الابيض الى دوك الاضواء المكونه له. اي يفرقه الى الأضواء الأحادية اللون المكونة له.
لان حنا كنعرفوا ان الضوء الابيض ما كايناش حاجه سميتها الضوء الابيض، ولكن الضوء الابيض ما هو الا المجموع ديال الضوء اخضر واحمر وازرق واصفر وبنفسجي كلهما. دونك هنا رسمت فقط جوج باش تكون باينه، ولكن نورمالمون الا بغيت خصني نرسم البنفسجي ورسم الاخضر ورسم الاصفر، ولكن رسمت يلاه جوج باش يبان لنا انه راه كيفرقهم، يعني كل واحد نورمالمون كل لون كيفرقوا هذا المنشور بوحده، الاحمر بوحده، الازرق بوحده، الخضر بوحده، البنفسجي بوحده. دونك يفرق الى الاضواء الاحاديه اللون المكونه له. علاش؟ لان معامل انكساره ان يتغير حسب تردد الضوء الوارد. يعني ان ان ديالو اللي هو معامل الانكسار، هذا معامل الانكسار ديال الوسط اللي تكلم عليه ان واحد ان جوج، بالنسبة للمنشور هو كيتغير حسب التردد ديال الضوء الوارد، فهو لا يتعامل يعني المنشور مع الضوء الأزرق مع الضوء الأزرق. أشنو هو الضوء الأزرق بالنسبة لنا فيزيائيا؟ هو الضوء الأحادي اللون اللي الطول ديال الموجة ديالو هو 500 نانو متر، هذا هو لامدا ديال البلو، طول الموجة ديالو. يعني مع الضوء الأزرق أشنو هو التعامل ديال المنشور معه؟ كيعطيه واحد المعامل ديال الانكسار ان بلو كيساوي 1.671، هذا هو التعامل ديالو مع الضوء الازرق. بينما دونك فهو لا يتعامل مع الضوء الازرق كما نكمل الجملة أو لا مثل تعامله مع الضوء الأحمر. أشنو الضوء الأحمر؟ هو الضوء اللي فيزيائيا بالنسبه للفيزياء ما كيعرفش شنو هو الضوء الاحمر، كيعرف ان لامدا ديالو اللي هو طول الموجه ديالو لامدا روج هو 670 نانو متر. الوغ التعامل ديال المنشور مع هذا الضوء اللي لامدا ديالو طول الموجه ديالو هذا هو كيعطي واحد معامل انكسار غوج كيساوي 1.612. اذا كنلاحظوا ان معامل الانكسار الاحمر 1.612 ماشي هو بحال معامل الانكسار بالزرق 1.671. لذلك يخرج الشعاعان الأزرق والأحمر مختلفين من المنشور.